تنصبت لاول مره لمؤازره الاستاذ النقي بزيان اللي كنعتبروه الاب ديالنا، وحنا اليوم جينا كنازروه في هذه المحنه ديالو اللي حنا متاكدين من البراءه ديالو وكنامنوا بالمبادئ ديالو اللي فعلا واحد الانسان راه شهم. هاد الشيء اللي حنا تفاجئنا به لهاد 11 المتابعه راه ما كاين الملف خالي من اي دليل. حنا غادي نناقشوه في الموضوع اللي الاستاذ النقيب راه يشهد له التاريخ بانه سجل 200 متمرن اللي جزء لهم المبالغ ديال الاشتراك اللي اول نقيب قام بها، وهذا كيشهد ليه التاريخ. حنا كنعرفوا الاستاذ النقيب مزيان مزيان، اليوم حنا التمسنا مهله كافيه حيت الملف يلا اول جلسه كانت في 30/11 جاتها 15 اليوم كانت العمل كان متوقف بالمحاكم بالمملكه. التمسنا من السيد الرئيس تمكيننا من واحد المهله كافيه للاطلاع على الملف، كون الملفات الجنحي العادي باش يتعامل مع هذا الملف كباقي الملفات، لان الملف كيتاخر لمده اسبوع فقط، في حين باقي الملفات الجنحي العادي كيتاخروا بالشهر بشهرين. يعني واش هذا الملف عنده شي طابع سياسي اللي باش يتاخر غير لمده اسبوع، خاصه بان النوازل فيه مختلفه. كاين النازله اللي كيف ما هي في المحضر الضابطه القضائيه بانها في سالة ينعقد الاختصاص المحكمه الابتدائيه ديال سالة، الوقائع في الدار البيضاء ينعقد الاختصاص في الدار البيضاء، المحاضر عده محاضر الكل نازله على حده باش تجمع هذه الوقائع في ملف واحد لا يعقل، وبان الملف كبير جدا خاصو مهله وخاصو خاصة بالملف عدة وثائق باللغة الفرنسية تلزمها الترجمة دلت بها النيابة العامة عما يفوق 40 صفحة باللغة الفرنسية. وحنا أمام القضاء الجنحي اللي خص القضاء ديالنا معرب. هذا هو كان وحضروا زملاء من هيئات مختلفة التمسوا مهلة لأول مرة، التمسنا مهلة كافية، تم تأخير الملف لمدة 15 يوما.